كل شيء تعرفونه عن السرعة انتهى، انسوه. جاهزين لرياليتي شو فريد من نوعه عن الدراج ريس في الشرق الأوسط؟ حد بينه وبين سيارتي مش شايف حدا. اللعبة هي الانطلاقة، الشخصية بنزينها مو الوقود العادي، بنزينها الأدرينالين. على الحلبات، على الطرقات، ويكون الأسرع ويفوز راح يحصل على اللقب والمجد والشهرة. لكن كل هذا قدامه تحديات ما راح تشوفونها بالعين المجردة، لأنها سوبر كار. منافسات شرسة وتحديات طاحتة، سباقات مجنونة وسوبر سوبر كارز. أتوقع مرت من هنا شفتوها؟ إلا بس عشان نعرف مين الأسرع. Pushing my vibe like a push out on the block. Coming with the pull up for the number one spot.